أزول ومرحبا بكم مرة أخرى في هذا الفيديو. هذا الفيديو إن شاء الله غادي يكون بمثابة الحلقة الأولى في واحد السلسلة اللي غادي نخصصها التأثير الأمازيغي المغربي على الأندلس. فهذه السلسلة هذه غادي نديرو فيديوهات قصار على شخصيات أمازيغية مغربية وأيضا مدن أمازيغية استقروا فيها القبائل الأمازيغية في بلاد الأندلس. الضيف ديالنا اليوم هو واحد الشخصية، واحد الفقيه أمازيغي من فقهاء الأندلس الأولين اللي كانوا في الأول ساهموا بزاف في تفسير ديال القرآن الكريم وفي نشر الإسلام في الأندلس. هاد الشخصية هذه أو هاد الفقيه الأمازيغي المغربي ما تعطاش حقه في كتب التاريخ رغم أنه كان قاضي في مدينة قرطبة. ولكن قبل ما نشوفوا الضيف ديال هذا الفيديو هذا، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتخليوا لي التعليقات والآراء ديالكم والاقتراحات ديالكم في التعليقات. يلا وبينا نشوفوا هذه الشخصية هذه وهذا الفقيه الأمازيغي المغربي الأندلسي. أيت مديستما أزر النون قسرو متمازيغت ديخ متفمتين فاس توريوين استمازيغت دالدارجة. مرحبا بكم مرة أخرى. الضيف ديالنا ديال هذا الفيديو هو العلامة أبو موسى عبد الرحمن بن موسى الهواري، والملقب أيضا بالإستاجي نسبة إلى مدينة إستيجا الاسم القديم ديالها، والاسم الحالي هو المدينة الإسبانية إثيخا اللي كاينة في الجنوب الغرب ديال قرطبة في الإقليم ديال إشبيلية. هاد العلامة هذا ما عندناش بزاف على التاريخ ديال الولادة ديالو، عندنا غير تاريخ ديال الوفاة ديالو اللي كاين في الموقع ديال الرابطة المحمدية المغربية، اللي هو أنه توفى في 228 هجرية. وتتقول المصادر بأن هاد العلامة أبو موسى أو أبو موسى عبد الرحمن الهواري كان من أوائل العلماء والفقهاء المغاربة اللي دخلوا الأندلس ونشروا الدين والعلم في بلاد الأندلس. هاد الفقيه كان من بين العلماء الأمازيغ المغاربة اللي كانوا برعوا في الأداب وفي اللغة وفي الفقه وعلم التفسير كذلك، لدرجة أنه حول المدينة ديال إثيخا لواحد المركز علمي كانوا كيجيو ليه الطلبة والفقهاء اللي بغاو العلم من جميع بقاع الأندلس وأيضا من الغرب الإسلامي. ومن مورا ما قضى واحد الفترة في هاد المدينة ديال إثيخا، داز المدينة ديال قرطبة اللي تم التعيين فيها قاضي قضاة قرطبة. وكما كنعرفوا من سميتو فهو الأصول ديالو كترجع لقبيلة هوار الأمازيغية المغربية. هو ما كنعرفوش بزاف على التاريخ ديال الولادة ديالو كما قلت والمنطقة اللي تولد فيها، ولكن اللي معروف هو أنه أصلا ما تولدش في الأندلس وإنما مشى من المغرب للأندلس لمدينة إثيخا كما قلنا. هذا الفقيه وهذا القاضي تيقولوا بأنه كتب بزاف ديال الكتب في الفقه والقضاء أيضا وفي الفتوى وأيضا حتى في التفسير والقراءات، ولكن ما وصلنا حتى شي كتاب من الكتوبة ديالو. ولكن تيقول القاضي عياد بأنه راه كان شاف كتاب ديالو، كان قرأ واحد الكتاب ديالو في التفسير ديال القرآن الكريم. وكانوا تيقولوا عاوتاني بأن هذا الفقيه أبو موسى الهواري فاش كان تيدخل القرطبة حتى واحد ما تيهضر في العلم إلا حتى تيخرج هذا الفقيه هذا توقيرا واحتراما لمنزلته ومكانته. وفي الختام نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وإلا عجبكم بارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم. وأيضا كنفكر الناس اللي ما مشتركينش في القناة اشتركوا في القناة ودعمونا بالتعليقات ديالكم والآراء ديالكم وأيضا الاقتراحات ديالكم. وإن شاء الله نشوفكم في شي فيديو آخر مع شخصية أمازيغية أندلسية أخرى ولا شي مدينة سكنوها أو بنوها الأمازيغ المغاربة في الأندلس.